ويتراجع عن تصريحاته الأباء التدريبية أو الدرجة القضائية وتحقيق العام يتخذ أمرا بالإفراج عنه. النيابة العامة تقوم باستنافه، النيابة العامة دائما تبحث. ولكن أعتقد في الختم أن الأمر والمصادر المرجعية هي تأتي بالفعالية ويجب أن تبقى. نحن لا ندعي، لا ليست دعوة للإلغاء أبدا، وإنما دعوة بالأساس إلى الترشيد وإلى كنا سعداء اليوم بكلية الحقوق طنجة بتنظيم ندوة وطنية مهمة جدا في موضوع بالغ الأهمية يرتبط بالمساطر المرجعية وما تثيره من إشكاليات كبيرة سواء على مستوى القانون على مستوى العمل القضائي. نعلم بأن المساطر المرجعية ليس هناك أي أساس قانوني تعتمد عليه، وإنما هو فقط بدعة قضائية أنجبتها الممارسة العملية الضابطة القضائية والنيابات العامة. الشيء الذي يثير إشكالات كثيرة حول أساسها القانوني وأساسها الدستوري وما إلى ذلك، كانت فرصة للخروج بالعديد من التوصيات بالعديد من النداءات سواء لرئيس النيابة العامة بصفته المشرف على تنفيذ السياسة الجنائية بالمغرب من أجل عقلنة وترشيد هذه المسطرة في اتجاه الحفاظ على الحقوق والحريات الفردية. نعم هي مسطرة مرجعية تفيد العدالة في فعالية العدالة في تتبع المجرمين في إلقاء القبض على كبار المجرمين خاصة في مجال المخدرات، ولكن في نفس الوقت لا ننسى بأنها تثير الكثير من إشكاليات على مستوى الشرعية الإجرائية على مستوى احترام الحقوق والحريات الفردية. نعلم أنه من بين المبادئ المسترية المعروفة وهو أنه لا إجراء بدون قاعدة، وهذا الإجراء للمسطرة المرجعية هو إجراء بدون قاعدة قانونية. هناك صمت تشريعي في هذا الإطار. أعتقد بأن الوقت حان في اتجاه إعادة النظر في هذه المسطرة لتوازن بين الشرعية من ناحية والفعالية من ناحية أخرى.